عليكو اسلام فانيلا بيحييكو. انا النهارده مجهز لفانزاتي مفاجاه، نجم خارب الدنيا في كل اهو. النجم جه اهو اهو اهو، النجم نونو العالمي منورنا حبيبي يا نجم، منور الدنيا والله. حلو قوي، خلاص احنا ممكن ناخد حتتين ساده كده من دول ونتكل على الله. يلا يا وجيه. تنسى ايه يا وجيه؟ هو النجم شايفني بتوكه ياخدني في دوكه؟ معلش النجم قافش بس فهمه. يعني ايه يا حبيبي؟ يا نجم انت متاح الراجل في الكاميرا. اعمل ايه؟ تحيه في الكاميرا. اتحيه؟ اه بص للكاميرا. تحيلي كده يا نجم. دي التحيه؟ اه تحي. يلا يلا حبيبي. يا نجم ما تاخدنيش في دوكه يا نجم، انا عايزك تنبهر بالحاجات اللي انا عارضها وال... كده يعني. انت انبهر بايه ده؟ قطيفه على ابلكاش، ايه المبهر في كده؟ على راسي. ايه؟ على راسي يا فانيلا والله. الراجل قصده التحيب كلمتين، تقول كلمتين حلوين في حق المحل، الراجل بيظبط معانا ويوجب معانا. يا سلام عليك يا وجيب وطلباتك الغريبه دي، اللهم طولك يا روح. اقول ايه يعني؟ عايزني اقول ايه؟ انا هقول لك يا نجم تقول ايه. تقول لي انت سافرت اوروبا ما لقيتش ولا اشيك ولا اجمل ولا افخم من شغل فانيلا بتاع السبتيه، كله بيشف مني. يا سلام، يعني اوروبا كلها بكل الماركات بالمحلات بالشانزليزيه بالفخامه دي كلها بتشف من فانيلا؟ حصل. شف من فانيلا ليه؟ دي فانيلا شيفون؟ لا فانيلا اصلي، فانيلا اصلي يا نجم ومشي الدنيا كده، الراجل بيوجب معانا. مفيش الكلام ده، انا مش راجل مهزق، انا راجل محترم، مش عارف انا اقول كلام هبل، فاهم يا وجيه؟ يلا بينا. اقسم بالله ما كنا بنلبس، اقسم بالله كنا جرابيع. قبل ما نيجي الاسلام فانيلا كنا ضايعين. اسلام فانيلا نجم الشله، شله تدخل عنده الا تخرج بسم الله. يلا عشان هرجع. عشر عشر يا نجم، عشر عشر يا نجم. انا بقى محضر لك طقمين ايه؟ اليجانس، شغل الطرش. طرش؟ طرش دي حلوه، الثانيه طفش. طب انا لو لبست الطرش على الطفش هيليقوا على بعض؟ يا نجم انت اي حاجه عليك تليق يا نجم. ايوه ايوه.